سؤالي يا فضيلة الشيخ، ونحن في مثل هذا السن، ما هي الأسباب التي تعيننا على مواجهة الشهوة مع هذه الفتن المنتشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا واحد. ومن الأسباب أيضا أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة ما يثير الشهوة، لأن الإنسان بشر، إذا رأى ما يثير الشهوة عبر التلفزيون أو في بعض المجلات فليعرض عن هذا. ثالثا، أن لا يحدث نفسه كثيرا بذلك، بل كلما حس فليتلهى عن هذا، وليطالع بعض الكتب أو يذهب إلى صديقه أو ما أشبه ذلك من ما يلهي عن هذا. خامسا، أن يكون هناك دعوة من أهل العلم ومن الشباب أيضا إلى تخفيف مؤونة النكاح. كم المهر الآن متوسط المهور عندنا؟ كم؟ 40,000. هذا بالنسبة للشاب الذي لم يتوظف وليس عنده أب غني، صعب جدا. فأرى أن العلماء خطباء الجمع وغيرهم أرى أن يكثروا أو أن يكثروا من حث الناس على تخفيف المهور، وأن يتقدم وجهاء البلد وأغنياء البلد إلى تطبيق ذلك بأنفسهم. وإني محدثكم عن شخص دعاني لأعقد النكاح لابنته، فلما انتهت الخطبة وهي أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، قلت لولي المرأة: زوج. فقال: زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره ريال. سمعت الكلام ولا لا؟ سمعتم؟ قدره ريال. فقلت له: هذا غلط، المهر ليس الريال اللي بيدك الآن، المهر ما أرسلت إليه من الذهب وغير ذلك. فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال، وقال: أنا لم أزوج بنتي الدراهم، وإنما زوجتها الرجل. ولولا أن هبتها لهذا محرمة لوهبتها بدون شيء. مثل هذا الرجل يشجع، ولا أظن أننا نعدم مثله. نعم.